كرة القدم لأنها أحطت الثقة لمدينة وجدة في تنظيم هذا على مدينة وجدة والملعب الشرفي. حاجة أخرى باش وجدة البديله اللي درت ديال اللافته، لان شفت هذاك الفيديو ديال سيمون الرجاوي وعز عليا بزاف. بقى فيا لانه شاب طموح جور، اولا وقبل كل شيء لاعب ومحب ديال كره القدم. وبقى فيا اخويا سيمو، الله يشافيك هادشي اللي ما نقولو، الله يشافيك اخويا سيمو وترجع وتعزز لنا المدرجات ان شاء الله، ويفرح انت والعائله ديالك الاسره الكبيره والصغيره. الله يشافيك اخويا سيمو من وجده. ليك اخويا سيمو ان شاء الله من مور المقابله غادي نجي نزورك ان شاء الله في البيت ديالكم ونشوفك اخويا سيمو عن قرب. والله يشافيك اخويا سيمو، راه اثرتي فيا، والله يشافي جميع المرضى المسلمين.